وسعيد سينفذها اللاعب رقم 26 نايتو سايتو. نايتو سايتو يتميز بالقدم اليمنى المتميزة. نايتو سايتو يرفع منطقة العمليات. جول 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 جول. حدث ما لم نكن نتمناه. حدث ما لم نكن نتمناه. هدف أول. هدف أول من ضربة حرة مباشرة لصالح فريق كاسيو وليسار. حذرت من هذا اللاعب. حذرت من هذا اللاعب يعني كان تسديدة يعني لم تكن بتلك القوة يعني الخطأ يتحمله. ارتد لصالح فريق أكاديمية اسباير عن طريق النجار. النجار النجار يدخل من تحت العملية يراوغ. جول 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 جول. جاسم عادل النجار. جاسم عادل النجار يراوغ الأول ويراوغ الثاني ويسدد هذه الإعادة. هذه الإعادة مراوغة متميزة. راوغ الأول وراوغ الثاني يفتح الزاوية ويسدد ويسجل هدف رائع. يسجل هدف رائع قد يكون هو الأفضل في البطولة. تسديدة لأسباير هنا في عاصمة دولة قطر هنا في الدوحة. حذيري 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 حذيري. هجمة مرتدة. الهدف قادم. الهدف قادم. جول 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 الثاني. الهدف الثاني. الهدف الثاني لكاشي وريسول. هيدي تاكا مابي. هيدي تاكا مابي سجل الهدف الثاني. كان واضح لأنه اللاعب فقد في منطقة يعني خطيرة. فقد مدافع اسباير في منطقة يعني صعبة. يعني كانت يعني كانت هنا الإعادة. هنا الإعادة يعني فقدها فقدها بعد ما ضربها ضربها براسه. ضربها براسه وصلت سهلة للاعب يسجل ثانية أهداف كاشي وريسول في المباراة. لم نكن